محروس. صباح النور يا عريس. هالاسبوع خير علي، راح اتجوز بعد طول انتظار وراح اخذ شهاده سواقه. شو عينوا لك فحص سواقه؟ بكره اللي فدوا جوا جوا. صباح الخير فردوس. صباح النور على البنور. واخيرا. قولي لي شو شعورك وانتي على وش الجواز اليوم؟ ما بعرف ليش قلبي ناقزني. شو ناقزك ما ناقزك؟ مشيت وعملت الاذنامه بالمحكمه. ما بعرف ليش خايفه. لا لا ما في داعي للخوف ابدا. بكره رح اخذ شهاده سواقه وبصير كل يوم باخذك سيرا. كل هالقد انت ضمنانه لشهاده السواقه؟ ايه مظبط اموري تمام. طرني هون. اهلين ابو شكيب. ابو ياسر هون؟ خير ان شاء الله. لك راح يجنني هالابو ياسر، قلبي عم يوجعني عليه بس ما طالع بايدي اعمل له شيء. خير شو صاير؟ لك بدي اعرف مين طلب منه يتحش شهادته الابتدائيه بين وراء الاذنامه بالمحكمه ورافع السواقه. شغلت لنا بالنا ابو شكيب. شو في؟ هلا المهم وينه؟ معي امر بالقاء القبض عليه. قبض عليه؟ جوا هو. واخذك على راس البسيط والفرلو وكذا. مرحبا يا جماعه. اهلين سيدي، عود سيدي. ما بقدر، لا تؤاخذوني بس انا مضطر اخذك معي يا ابو ياسر. تاخذني؟ لوين بدك تاخذني؟ في مذكرة بإلقاء القبض عليك. وهالمذكرة ما لقيت تطلع إلا وأنا على وش جوال. لك بلغش منك، حدا طلب منك تتحش شهادتك الابتدائية بين وراء الزواج بالمحكمة ورافع السواقة. هلا هاي شغلة بينحبس عليها الواحد. لا ما بينحبس عليها بس حضرتك شو عامل؟ الله بعدنا عن الحرام، إيدي نظيفة والحمد لله. هلا امشي معي أبو ياسر وما في داعي نحكي، خلصني. لا غير تحكي، غير تحكي. أنا ماني ماشي من هون غير لا أعرف ليش عاخذني. أبو ياسر ما في داعي نحكي، يعني ما بتعرف شو عامل ها؟ ماني عامل شيء، بتحداك إذا كنت عامل شيء. مالك مزور شيء؟ إيه أنا ما بعرف أرسم عصفورة لحتى زور عملي. لك مين جاب سيرة العملة؟ اللي مالك مزور شيء غيره؟ إيه أنا ما بعرف تلت ثلاثة قديش لحتى زور. إلى أنك ما بتعرف تلت ثلاثة قديش يا أبو ياسر، ما في داعي تعمل فهلويات. فهمني يا أبو شكيب، شو صاير؟ لك هلأ أنت شهادتك الابتدائية صرت فيك يعني، إمتى آخذها؟ يا سيدي أخذتها بـ 16/12/59. إيه تاني مرة كتوب 16 مو 61 و 12 ما 21 و 59 ما 9591. هلا انت عنا ايش عم تحكي؟ عن الشهاده الابتدائيه يلي حضرتك مزورها. هلا صار لك كل هالعمر شايف لي حالك بشهاده السرتفيكا وبالاخير طلعت مزوره. لا تصدق هالحكي يا فردوس. لك شو صدق وما صدق، اصلا انا من الاول استغربت شلون قدرت تاخذها حره. يلا ابو ياسر خلينا نمشي لشوف. هلا بدي افهم، ما فقتوا على هالموضوع الا هلا؟ بعدين انا ماني مستفيد من هالسرتفيكا شيء. لك بدنا نعرف من وين جبت الختم ومين ساعدك بالحصول على الختم. مشي لشوف. ابو ياسر اعتبر الموضوع اللي بيناتنا منتهي. يلا ابو ياسر. محروس وكلي محامي. ما بدي توصاي. ربي ست ما يرد. فدوش فردك سيدي. اتحرك لك ابو كيروس خلصني. اتحرك لك اتحرك. لك شو؟ مبين عفطو؟ ايه عفطو. لك شو عامل؟ عم يقول انه مزوي. معناتها بدهم يدقوا. وين؟ ببيت خالته. ابوك يا الفرحة اللي ما تمت. هذيك ابو كيروس بدك لك شو في؟ شو كل عم تتكركروا؟ شو صاير؟ حدا اتصل فيي؟ ايه اتصلت. ما بدي عنود، حدا مهم ما اتصل فيي. ليش ما ادري؟ ليش شو في؟ عفطوه رح يدقوا. من وين؟ شريكك ابو ياسر. لطيف عليه؟ قولي الله يجيرنا مشي احسن. يا لطيف يا ستار.
علينا بتوكيل خير شو في؟ لك ما لحقت وصلت على المخفر لقيت قدامي مذكره بتوقيف ابو فايز. ابو فايز هناك جوا. وينه؟ جوا. تعال تعال يا ابو فايز تعال حبيبي تعال 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 تعال. خير شو في يا ابو شكيب؟ عملتك سودا يا ابو فايز. ليش؟ شو عامل انا؟ لا تخوفني يا ابو شكيب. ها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ما بيخيصني غير اللي بيكون مساوي عمله وبيعمل حاله مو دريان. قالوا عمله؟ انت بتعرف انك جايب معلبات لحوم ولا ما بتعرف؟ بعرف. وبتعرف انه ممنوع ولا ما بتعرف؟ انه ممنوع ما بعرف، هي اول مره بسمع. لك لا تغشم حالك لك ابو فايز، شو ما سمعت انه ممنوع استيراد اللحوم بسبب مرض البقره المهستره المجنونه؟ من اوروبا ومن بريطانيا. ليش انت حضرتك من وين جايبهم؟ ها من الصين. لك ايه حاش حاش بقى على مين علينا؟ لك ان احنا اذا الدبانه بتوز بنعرف لوين رايحه. قال من الصين. ليك الكليشات على العلب. لك عم قل لك نحن منعرف اذا الدبانه بتوز لوين رايحه. ليش ما منعرف يا ابو فايز انك جبت رول كليشات 30,000 متر من شنوا؟ انا؟ لك ابو فايز ما بداية اعدل لك اسماء العمال اللي نازلين ليل نهار اطلق لسع كليشات على معلبات اللحوم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امشي قدامي لكن بقى خلصني. شو هالبقرة المجنونة سيدي؟ هيدي بقرة يا ابو كاروس معها جرثومة بالدماغ، يعني عقلاتها جوستين بخرج. وقت بتجي السودة بتقوم بتجن. معناها لازم نمنع البقرة الضاحكة. يا شو دخل هي بهي؟ لو ما كانت مجنونة ما بتضحك لحالها، لأنه ما في شيء بيضحك بهالأيام. بصينا؟ نعم. هلا الواحد مشان جوزها ما يزعل منا، شو لازم تساوي؟ شو لازم تساوي يعني؟ لازم ما تزن على راسه. وإذا كانت ما عم بتزن؟ معناتها لازم تزن. وإذا كانت بتخاف منه؟ لازم ما تخاف ولعية تلعي قلبك، أنت كل يوم بدك تسأليني نفس السؤال. طيب شو أعمل؟ شو تعملي يعني؟ ما فيها شيء، فيقي ساعتين بهالليل، كسري ومهري مثل القطة. وإذا عملت هيك وما خاف؟ خرمشي. كل مرة بتقولي لي نفس القصة ما عم تنفع. ليش جربتي؟ كل يوم بهمهر على فرج ما في فايدة. ما عم بخاف؟ ما عم بفيق. طب خرمشي أنت؟ خرمشته. ما نقص؟ لا نقص ولا شيء، قام فتح عيونه هيك فيي بحلق، قمت أنا صرخت. ليش ضربي؟ لا بس أنا فكرته مات. شو عمل؟ قام قال لي جو جنيتي رجعي نامي. رجع نام. بوسينا ما عندك غير هالوصفة؟ ولعية تلعي قلبك ان شاء الله، انت كل يوم بدك تحكي هالحكي، اشتغلي صوف. مرحبا. حدا سأل عني شيء؟ امي سألت عنك. اوه هلا وقت امك، حدا تاني غير امك سأل عني شيء؟ ليش شو في؟ ما بان في شيء، ما في شيء. يا الله يا الله. ابو كيروس حدا سال عني شيء؟ لا لانه بهالايام ما عاد حدا سال عن حدا. يعني ما حدا رجع الشركه لهو؟ السوق داره ما في غير ابو شكيب رايح جاي عم يترزق. ابو شكيب يعني ابو شكيب اجى لهون؟ ايه اجى لهون. اش ابو ياسر وراح، رد رجع. اش ابو فايز وراح. يعني سأل عني شيء؟ لا ما سأل عنا. فرج ليش خايف؟ انت عامل شيء؟ لا لا ما ماني عامل شيء. ابو كيروز روح 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 شوف شغلك. الله يعطيك العافية على صدقك معنا. ايه الله يعافينا. فراس شو في؟ انت عامل شيء؟ هبطت البنايه. شلون هبطت؟ شلون هبطت؟ يعني كانت خمس طوابق صارت طابق واحد. هدوها؟ لك طبقت طبقت ما عم تفهمي، عم اقول لك كانت خمسه صارت ابو. بعدين انت ليه؟ امبارح شو صار لك؟ يخرب بيتك، قال لي الدكتور منيح اللي ما اكلك. شو هو؟ الدب. انو دب؟ استحيت اقول له مرتي عملت فيني هيك، قلت له قلت له كنت بجنينة الحيوانات تبع دوما. ليش في جنينة حيوانات بدوما؟ لكان فيها دب وضبع وطاووس. بوسينا الله يرضى عليكي، لا بقى تشوري علي لكوثر هيك شوراتها. ليش انا شو دخلني؟ شو دخلك؟ مسكني. كوثر ما بتعمل هيك شيء من راسها، بتشاور، يا بتكون مشاورتك يا بتكون مشاوره مرت عمي. وشو عرفك انه شاورتني الي؟ لا
مشاورتك إلك اسمحي لي، يعني لو كانت شاورت مرت عمي كانت قالت له اضربيه من بدقة الكبة. المهم شو قصة البناية؟ ما قصتها شيء، قلنا لحالنا منوفر شوي، شلنا شلف شلف من كل عضابة. له له يا فرج، انت بتشتغل هيك شغلة؟ روحي شوفي بقية المتعهدين إذا عم يحطوا بالعضاضة الوحدة أكثر من شلفين، روحي شوفيهم وبعدين تعي حاسبيني. بالمسبقة الصنع في واحد زفت الشارع متعهد بعد 3 أسابيع هيك الجورة. فراج كم واحد ماتوا بالبناية؟ فقال الله ولا فقالك ما حدا مات البناية على العضب. شو بدك تخربي بيتي أنت؟ ما عرفت اللي اياها هاي كم حرف؟ يا اخوي حاج لقيت اللي قلبي من الصبح كم حرف وكم حرف. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو شكيب على مين انت؟ فرج هون؟ ايه هون. مو هون. هلا قلوا لي هون ولا مو هون؟ لا تواخذني ابو شكيب، ما كنت بعرف انه جوا. ابو كيروس فوت اندهلوا لفرج لكان. خرطوش بردك، فتح عين غمض عين بتلاقيه. تحرك. خير، فرج شو عامل كمان؟ لك محروس بدي اعرف، هلا ما بيمشي الحال الا بالغش. شو في كمان سيدي؟ صغرك شبو؟ هلا بتعرفي. شو عامي؟ كمان هلا بتعرفي. ابعت لك شو سلاه. سيدي وجدته متخفيا بالسيفه هو ومرته، وبالعلامه قال لي انه احط لك. بتعرف شو يعني احط لك سيدي؟ يعني زحله. لا فراش. اي ولا أهلين أبو شكيب. أهلين. لا أهلين ولا سهلين، شي معي لشوف. تحرك. ليش شو عامل فرح؟ شو عامل ولا؟ احكي لها. ما عامل شي مرت عمي، ما عامل شي. احكي لها ليش خايف؟ لك احكي لها عن البناية. أبو شكيب البناية كانت على العضب وما حدا تأذى، بعدين اللي خسر من عوضه. ايوه والختيار يلي الربط لسانه صار معه فالج. ليش اجى عليه شي؟ لا بس لما شاف البناية عم تهر قدام عيونه وفكر القيامة قامت، قام ربط لسانه وانفلج. لو انه من اهل الخير ما كان صار له شيء، بس ابصر الله اعلم شو كان عم يعمل في تلك اللحظة لحتى خاف وانفلج كما ذكرتم سيدي. طيب والشاب يلي صار له عم يحضر من اول السنة للمادة يلي معقدته ووقف تخرجه عليها، بيروح المحروس صهرك بيقدم عنه الفحص بكره؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وهذا شو دخله كمان؟ لك كان الشاب قاعد على البلكون بالطابق الثاني، فاتح كتبه عم يقرا وما شاء الله عنه. شو يعني طارت معلومات اللي براسه؟ لا ما طارت المعلومات، بتفكر انه صار زلزال، قام نط من على البلكون من الطابق الثاني وانكسروا رجليه الاثنين. محروس. ولا يمك يا غالي، قوم اتحرك معي بقى ولا تأخذونا يا جماعة. شري مصلوب بريء. امشي بلا بريء بلا شيء. ولا يهمك وكل لك محامي. لا فارت الطحين، شلون بتقول له متخفيا على السيف؟ سكيني ابو شكيب سكيني. ابوك يدعم. بتعرفي زعلتيني على فراج، ما بيستاهل هذا الشيء اللي صار معه. هي أول مرة بتصير معه. ليش هي أول بناية بتهبط؟ طبعا لما يقع التور بيقدروا لحامينه. خين زاراني ضلي سنة وست شهور من ضربتك وجعاني. اللي مجنني ابو فايز، معقول الشيء اللي عم يساويه؟ جايب من لحم البقرة المجنونة، ما بيعرف انه مجنن كل الدنيا. ويا ابو قمامة بيضا. ليش هيك مجونسة؟ لا تكوني اكلة من لحم البقرة المجنونة اللي جابها ابو فايز. يا ريتني سم الموت تشرب بدي حماتي. ايوه يا ريتني سم الموت. استاذ جميل ابو شكيب بده اياك. خليه يفوت اوام من كم بده ياخذ افادتي. لا جايب مسكرتين توقيف في حقها. مسكرتين مرتي؟ جميل ولا شو عامل؟ كل اللي قبلك اخذهم سيدي بتهمه وحده، الا انت بتهمتي. ليش شوفي ابو شكيب شوفي يا سيد جميل، المثل بيقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. لك شو القصه؟ قلقتني. خبرني شو صاير. لك لا تغشم حالك، نحن اذا الدبانه بتوز بنعرف لوين ريحه، ونحن بنقتلع الطاير. شو بقى؟ ايوه بقى حاجه تلف وتدور، بنعرف كل شيء. شو القصه؟ شو صاير؟ شو القصه شو صاير؟ بتعرف انه قاهر الدوار الشمالي حكى لنا كل شيء؟ شو مين كمان شيت الدوار؟ لا مين قاهر الدوار ولا؟
لك لا تغشمي حالك ام جميل، هاد شوفير بيشتغل عند المحروس ابنك على سيرفيس، ملبق حاله وقاهر الدوار الشمالي. امي ليكون مشان قصه تفخيص الدواليب؟ لا سيدي فهمنا بقى شو القصه. المحروس ابنك يا ست ام جميل دافع لهذا القاهر حتى يفخك دواليب الميكروات الثانية. لكن مشان يبطلوا يضحكوا على الميكروات تبعاتنا، بعدين محلولة شبكة مشكي، خلاص محلولة عندي هاي بوسم شو أربكو؟ طيب هاي بوسم صرعت أوه مالي حبي، خلاص عندي محلولة، إلك علي ما ربي لك في ال النسانيس ماما. النسانيس ماما؟ طيب وقاهر الأوتوسترا؟ كمان المساء؟ لا وبطل المكاري وغيره وغيره، شو بدي اعمل فيهم؟ ها لك يا جماعه صار كل شوفير ميكرو يشتري الصبح تيلو بسامير، وكل ما مشي شوي يزت وراه حفنه من البسامير. ابو شكيب سيدي يعني بقصد هي يعني مو تهمه، اذا بدك انت تحصل حقك روح حصله من قاهر الدوار. لا طيب هي التهمه فهمناها، شو التهمه الثانيه؟ هات لشوف. وصاحب مطعم الجمل قال انك سببت له خسائر بأكثر من 200,000 ليرة ورافع عليك دعوة كمان. حبيبي يعني أقل من 2,000-3,000 ليرة بخشيش ما بدفع. سأل أمي. سألها. كذاب أمي كذاب لا تصدقي. مو أنت صاحب مطعم الجمال؟ أنت دفعت بس من تحت راسك من جمعة لهلا ما حدا فات على المطعم. لا يا أنا من الأسبوع الماضي ما رحت على المطعم. كذاب أمي كذاب لا تصدقي. مو انت صاحب المطعم؟ امي انا رحت شي؟ لا. مرتي رحت انا شي؟ لا لا ما رحت جميل. لا اختي رحت انا شي؟ ايه رحت راح. كذابة كذابة. لك جمله تحديدا من الخميس الماضي ما عاد فات زبون على المطعم، طلعت سمعة على انه صاحب المطعم عنده مطرب مثل غراب البين. لا انا شو دخلني؟ لك انا عول عيوني شي مرة واعترفوا لحالكم بدون تحقيق. لك بتكون التهمة لابستكم لبس وبتعدوا بتلفوا بتدوروا، ولك عليتوا لي قلبي. ها عليت لي قلبي بها جميلة. جميل جميل حرام عليك، إذا عامل شي اعترف. مالك شايف رح يبكي الرجال؟ أصلاً كله من تحت راسي، ضليت تقولي لي صوتك حلو صوتك حلو لحتى صار اللي صار. كذابة. سيدي أنت كمان بتعله للقلب، ضروري تقعد تلمح 10 ساعات إذا في تهمة سيدي أولى. إذا في قتيل قل له للواحد أنت قاتل قتيل، ضروري تنشف له دمه. ينشف له دمه؟ لك ابنك يا مدام دق بالميكروفون تبع المطرب وما عاد يعرف يحل عنه. لا ولا جميل صحيح دقك بالميكروفون شيت المطرب. لا أبو شكيب لا تبالغ كثير، كل موال وغنية. لا تصدقي أمي لا تصدقي كذاب. مو أنت المطرب؟ لك جميل فهمنا الموال ساعتين ما قلنا ما له وقت محدد، بس الغنية يعني معقولة تضلك للصبح نازل فيها؟ معقولة لك ام جميل معقولة؟ لا لا ابو شكيب كمان غنية بدها تاخذ حدا. اسمعي هي غنية مو سهلة، جاهزين؟ حب الصبح حب المساء حب الصبح حب المساء لك وبعدين حب الصبح حب المساء لك وبعدين حب لك وبعدين. ما في شيء يعني هي الغنية مو طويلة كتير. بس هادي بعدين هو ما طلع عم يغنيها للصبح من عنده، الجمهور كان عم يطلب منه. الجمهور كان عم يطلب منه؟ لك انه جمهور؟ ما عاد فضل حدا بالمطعم غير اثنين قرصين وكانوا عم يتمسخروا عليك. شوف هذا لك ابو شكيب كمان انا الي جمهوري. ها اهلا اهلا امشي قدامي لحتى فرجيك جمهورك عندي. تحرك بمشي شبك يعني؟ لك تحرك جيبي لي حلاوة بكرة. سيدي جميلة جميلة سلم على فرح. لك جميلة احطوا سيدي يا جميلة فرح. انا اخبي حالي سيدي مرت عمي اشو انا رح اتصرف. فوت رح افوت افوت. تعرفي مدام ما اصدق غيرك. بايه؟ برات السجن. اروح انقلع من خلقتي هذا بدل ما تواسيني. بعيد الشر عنك بعيد الشر عنك. ميرسي إلك روحت لي محروس على عيني. رضا كل المصايب طقة واحدة اجتني. فوت أمر ست الكل. محروس شو بدنا نعمل بالمحابيس؟ مثل ما بتأمري. بتوكل لي محامي لأبو فايز ومحامي لفراش وبتشوف لي أحسن محامي بالبلد لجميل.
وابو ياسر كمان ابو ياسر بتشف لي اشطر محامي له، بس يسعى له يضل بالحبس مو يطيلعه. مدام اذا بدك رايي ما في داعي لكل هالمحاميين. لكن شلون بدنا نطيلعهم؟ في عندي مداخل ومخارج كثير، خلي الموضوع علي. محروس انا بدي الشغله تصير بسرعه، ما بدي شوشره لانه خلص مدام وراكم رجال، محروس رجل مهمات الصعبه. يعني اعتمد عليك. من هالشوارب، انا بس حط ايدي بشغله ما بطلع منها بوش. قديش في وسايط؟ كثير. كلهم مفاتيحهم بايدي، مره طالعت واحد من الحبس، كان بالع مفتاح. هلا الشغله هي بدها حبس، فوق ما بلع ولا المفتاح. مو حي الله مفتاح، مفتاح القسطنطينية، تحفة أثرية كان سارقه. ها ايوه، فهمت عليك أنا. ومرة محروس، كنت بهالوقت طالعتهم من الحبس. طيب، عن إذنك مدام. مع السلامة محروس، آخ روح الله معك. يا مفرج لي همومي أنت يا محروس. حسينة؟ نعم. قولك بيعدموا لها فرج؟ بجوز يعدموا، لا تستبعدي شيء. يعني معقولة؟ ايه معقولة، ليش لا؟ زينة شو تلاقي عن جد؟ ايه عن جد، لكن عم بمزح. كوسر كوسر ولي كوسر لك ولي كوسر كوسر لا تموتي لك كوسر لا تمزحي المزح. ماتت ولي امي بدك يا كوسر او كيرو زي ما تحبي. مو معنا مو معنا ما انا بتعبي جوعا مستنى محروس لشوفي. خليها تجي بسرعة كوسر، ما ادري شو صار لها، كانت واقفة هيك عملت لا من تمها ولا من كمها. بسرعة طيب واقفة هيك راحت فاتت. شو بدك؟ مين شاطك لهون؟ انت كوسر؟ لا ترتبي، كانت هيك صارت هيك راح تراطى ضيتي. مدام هل هي الستة؟ لا قولي مادي. يا كوسر يا لأبي لساتك صبية يا كوسر. مادي مين؟ مدام ولي حلقة يا ابن شوي ما كان فيها شي، شلون مادي؟ بقعد خبرها مشان كوسر اللي عشت السكة عملت وماتت. ليش شو خبرتها؟ قلت لها انه كوسر ماتت. يخرب بيتك، مين قال لك انه كوسر ماتت؟ ليش هلا ما ماتت؟ ليش ما ماتت؟ شو صار؟ سالتني بيعدموا لها فرج، قلت لها لا تستبعدي شيء، بجوز عملت وقع. ولي كوسر فيروز اعمل لي قهوه. هلا وقت القهوه تبعك، هلا وقت القهوه المره. ليش شوفي؟ المدام جوا العوض بسلامتك. شو العوض بسلامتك؟ كيف طلعت؟ قلنا شوي طلعت على المدام كوسر، اجت الست عملت وماتي. ليش شبه الثانية؟ لأنه كوسر كمان طقت على فرش كمان اجت السكة وماتت. ليش شبه فرش؟ كلها كم يوم وبيطلع؟ بوسينا قالت لأنه بدهم يعدموه. لك شو يعدموه؟ لك اضرب منك لبوسينا على المزح. يا مصيبتي. طيب ولا شو بدنا نعمل؟ وين مرحومة؟ جوا. سامحوها يا أهل الجيرة سامحوها. شدي حيلك، الأعمار بيد الله، شبه كنا على هالطريق. يعني ماتت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي يا مدام، قومي قومي خلينا نشوف. قومي قومي قومي. لك لك محروس، ما عم بقدر وقف على إجري، خيطان إجري محروس، ارفعني لشوف كمان محروس. قومي مدام جربي. العمل العمل. قولي محروس يمكن صابني الفالج. لا تعالي بعيد الشر يا مدام، بعيد الشر، ريت رجلي ولا رجليكي. خليكي مرتاحة، خليكي أنا بروح بشوف، خليكي مرتاحة. انت ما تفتح تباك ولا بكلمة، شممها. حتتركني لحالي؟ لك اتحرك. شمي 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 ها شمي، هات شمي، بدي روح شمي كوسر. يا بتشمي يا شمي ولي ولي يا كوسر يا حبيبتي، يعني ليش بدهم يعدموا؟ عم بمزح معك. قلت لك عن جد؟ قلتي لي ايه. شو انا خرجت حقوق حتى تسأليني؟ سعي انه عقلك صغير. محروس عملوا له شيء لفرج؟ فرج ما في شيء، حي يرزق. هلا تركته بالحبس صافي في دبكه هنيك. مدام بوسينا روح اعملي لنا فنجان قهوه، خليني اجيب المدام فردوس. يا كوسر يا حبيبتي، راحت البنت من بين ايدي. طمني مدام اطمني، المدام كوسر ما فيها شيء وعم تستناكي تفوتي تشربي معها فنجان قهوه. ما فيها شيء؟ ما فيها شيء، ساعدك؟ لا شو تساعدني؟ ليه؟ مثل الحصان صرت. لا
لك ابو كيروس راح فيها. شلون مثل لي كوثر ماتت؟ اه وي فوتي ريشا فوتي ريشا هوني بعدك مدام فوتي ريشا. عين تخرق في شرق هالابو كيروس بهالخبريه كان جاب اجلي. الحمد لله على سلامتك مرت عمي. وانتي تاني مره وقت حدا بيموت تعي انتي خبريني لانه غير شكل بتلقاه منك. مو كنتي انتي؟ كنتي كنتي ولا زلتي مع الاسف. مو تبعتي لي ابو كيروس؟ حاضر مرت عمي. ايه سيدي محروس. قلنا شو اخبار المساجين؟ بصراحه يا مدام يمكن ينخرب بيتي اذا جميل رفعوا ضده دعوتين. انا يمكن ينرفع ضدي اربعه. هلا لا تعملي مثل ابو شكيب. احكي لي شو اللي صار. على حظي بطل حدا ياخد برطيل. كل ما طلعت مصاري بيقلعوني بيهددوني انه رح يرفعوا ضدي دعوة. مو غريبة هالقصة؟ هلا احكي لي فهمني عن جميل. ان شاء الله مو متأثر كتير بالحبس. لا متأثر ولا شي. هالمحابيس قاعدين عم يدقوله على التنكة وهو نازل غني حب الصبح وحب المساء وانه كانت تخلص علبة هالدواء. وفرج شو عامل؟ كيف صحته؟ وفرج؟ هو وابو فايز وابو ياسر صافين دبكة ونازلين نط على انغام الاغنية. المهم هلا محروس اللي حاولت تبرطلن ما رفعوا عليك دعوة. شو بيعرفك يا مدام؟ لأنه لو رفعوا أبو شكيب ما كان تأخر لهلا. من تمك لبواب السماء. يلا عن إذنكم خليني روح. محروس بركي بتمرق لعند أبو كيروز حاول تراضي وتجوا أنتوا بتناموا ليلة بالشركة. نحنا نسوان منخاف لحالنا. أنت بتضلك هون وأنت بتدخل معي بس ادخل. حاضر سيدي. فكر حالك إذا هربت من البيت أبو شكيب ما بيلاقي. سيدي أنا ماني هربان. أنا نايم هون لأنه ما في رجال بالبيت. وهي أبو كيروز اسأله. وين؟ ليك وين مدفوس المعصوف الرقبة؟ لك أبو كيروز؟ أبو كيروز؟ لك أبو كيروز اتحرك! خرطوش بردك سيدي! أنا أخرط الشيء نفروض الحكومة كلها سيدي. صحيح مثل ما عم يحكي محروس. قال امبارح كان نايم هون. صحيح سيدي كان نايم هون. راح بالليل رجع مش الصبح. اي لا رجع مش الصبح ولا راح بالليل سيدي. على كل ما مهم تعال ابني جر هالكرسي وقرب لعندي. حاضر سيدي. لك تحرك من الدم لشوف. لك شيل طربوشك من هون. معقوله يا منظومه الشغله اللي عاملها انت؟ سيدي انا راح احكي. انا ما راح انكر. انا صحيح عملت محاولات رشوي بس صدقني يا سيدي صدقني انه كان هذا لصالح الشباب مو اكثر. بدك على شو عم تحكي انت؟ افتح لي هالمحضر لك ابني لشوف. افتح سجل اليوم والتاريخ وساعة وقوع الضبط واكتب لي محاولات رشوة وغيره. لكان شو الموضوع ابو شكيب؟ شفت انه ما رح يمشي الحال لك محروس بلا ما نفتح تحقيق. سيدي انت لمح لي وانا بقول لك. اتذكر اتذكر لحالك لشوف. يلا تهريب التحف؟ لا سجل بالقائمة يا ابني. احتيال على مصلحة الضرائب؟ نو سجل بالقائمة يا ابني. دفعت البيض الفاسد؟ لا 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 سجل بالقائمة يا ابني. معروف معروف. شباك لك ليكون مشان هدول الدولارات اللي اشتريتهم طلعوا مزورين. تخرب بيتك رح تخرب بيتي. عجزت سيدي عجزت. انت سجل وانت حاول يا محروس تفتكر بركي بتعرف شي تاني. ابو شكيب طخنتها طخنتها. صرت بعترف لك بثلاث شغلات. اعترف لي انت بشي شغلة انا عاملها. محروس انا ما رح اخجلك. ها الحقيقة انا ما جاي اقبض عليك. انا جاي اقبض على ابو كيروز. وحضرتني سيدي شو دخلني انا بحطها للحكومة. ايه ولو كمان لازمك تحطي. لا سيدي انا بعترف لحالي. أنا نبحني الشرطي وصفرني لما كنت عم جرب سيارة محروس ولقيت العالم عند القدمين وشمال عم تسب كلياتها بس السيارة ما وقفت معي غير على عمود عند موقف الباص. سيدي سيارتي؟ شو وصلك لسيارتي؟ عملت اكسيدون كمان بالسيارة؟ وي مسيو محروس بالفرنساوي ما لك حاجتك أنت وياه. سجل لك ابني سجل قيادة بدون رخصة والتسبب في دب الزعر والرعب في قلوب المواطنين الأبرياء. طيب وانا
شو دخلني لحتى تعاتبني مشان ابو كيروز وتقلي هربان من البيت؟ اه كنت حابب الصبح روح لعندك على البيت اعمل لك زياره واشرب فنجان قهوه، والصراحه عاتبك مشان ابو كيروز. لك هاد انسان جاهل ما انه متعلم، بس انت الانسان المثقف والمتعلم بايطاليا. لك شلون بتعطيه فاتح سيارتك؟ انا ما اعطيته شيء، هو اللي سارقه. سيدي مزبوط انا جاهل، بس سيارته عطلانه ما بتنفع سيدي، ما فيها فرينات سيدي. نزل رزقك ولا ابو كيروز احلى فنجان قهوه لعمو ابو شكيل. عم ادبها ان شاء الله، ما بدي اشرب لا قهوه ولا شيء، ضل قاعد. ما بصير لازم نشرب شغله مع بعضنا، شو بك ابو شكيل بتوتر؟ عد شوي. ومو ابو كيروز لك بلا ابو كيروز بلا ابو كازوز اقعد. وهلا هلا يا محروس بدك تروح معي على المخفى. سيدي سيدي وعد شرف، وعد شرف، خذها كلمه مني قدام الشباب، خلاص ما عاد تعيدها. ها التوبه. بعدين انت كل شيء بتسمعه دغري بتصدقه، وانت الثاني كبوا كبوا لهذا بيده، كبوا يلا ها سكر عليه كبوا. لك وعم ترشي رجال الشرطة في خدمة الشعب؟ سجل رشوة رجال الشرطة في خدمة الشعب وعم تقلي التوبة؟ اه لك اعترفت لي بثلاث جرائم من غير ما اسألك، وابو كيروز قال لي الجريمة الرابعة، والله يعلم هلا شو بدك تبق بالمخفى. سيدي ما بصير انا اشفع له اقفله. ايه سيدي ما بيمشي ابو كيروز هو يتشفع لي. لك شوفي شوفي سيدي خير؟ ما صدي بالميدان غير حديدان، رايحين انا ومحروس نصف مع الشباب بالدبكه. انا حديدان لك فارط الطحين سيدي. سجلي عندك سيدي. لك حتى حديدان كنت اخذته، بس ما في قانون اسمه. بس انا مالي عامله شي سيدي لحتى تاخذني. ما بكفي حاويك الله القرطه سيدي؟ بكفي ما تركت لنا ولا رجال بالبيت. اي ولا يهمك ولا يهمك، جميل بجوز نطالع ولا ليش طلع براءة؟ لا ما طلع براءة، بس اجانا اكثر من 100 استرحام من المساجين. ليش شو عمل؟ عم يقولوا يا اعدمونا يا طالعوا جميل، لانه من اول ما راح الحبشه لهلا وهو عم يغني حبين الصباح حبين مساء، وهلا بتمشوا معي احطهم وراي لشوف. محروس كمان نحن بدنا نغني له حبين الصباح حبين مساء بيطلعونا حبين الصباح حبين مساء حبين. راح اصف مع الشباب على الدبكه، نزلوا الشاره كوكو كو.